فإذا ما انتهوا إلى الإيمان به استقبلوا عنه التكليف، التكليف الذي يتمثل في افعل كذا ولا تفعل كذا. فقير مبسوط له رزق، بس البسط بقدر ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. يقول له ازاي الكلام ده؟ ام قال لك تعالى حق سبحانه وتعالى حينما يخاطب اننا نعطي الزكاه مثلا نديها للفقير. الفقير لا يزال عائشا على فقره باي شيء عاش. تيجي تطلع سلم او تعمل عمل شاق ومجهود تنهج. ليه بتنهج؟ الرئه مش مكفيه الحركه، تقوم تحاول تاخد ايه؟ تاخد هواء كتير علشان تعمل ايه؟ اكسجين. يبقى اذا الخضره كلها كل ما فيه خضره بيدي ايه في النهار؟ اكسجين علشان حركه الحياه. بالليل ما يديش لان حركه الحياه مش عايزه الحركه، لكن انت نايم. استبقاء حياه والى لقاء اخر ان شاء الله.